الله في فيديو جديد. فيديو اليوم إن شاء الله سوف يكون عن طريقة إيقاف أورانج، يعني أي فورف يمكنك إيقافه بطريقة سهلة دون اللجوء إلى الوكالة أو لاجونز. يعني أول حاجة غتسجل، يعني غتدخل جوجل كروم، غتسيرش على أورانج إي موا بهذه الطريقة، أورانج إي موا، من بعدها غتهبط هنايا إسباس كليون فون. من بعد ما كتدخل الموقع، اول حاجه يعني كتسجل بحساب ديالك، يعني الايميل او رقم الهاتف والباسورد. من بعد ما كتطلع عندك الواجهه الخاصه بك، يعني برقم الحساب والرصيد وغيرها من الامور. المهم اول حاجه غتنزل لتحت، يعني في هذه الحاله ما طالعش معنا الخاصيه ديال فورفي اورانج، لذلك الطريقه هي اننا غنحط وضع المتصفح، يعني بحال مسجلين بي سي او ديسكتوب سيت. بهذه الطريقه يعني كتدخل هنا ثلاثه نقاط وكتاكتيفي هنا الديسكتوب سيت، يعني كتولي بحال مسجل من بي سي بهذه الطريقه. يعني وبالنسبه للناس اللي عندهم بي سي يقدروا يسجلوا عادي، انا يعني بغيت ندير لكم شرح من الهاتف، يعني حيت الاغلبيه ديال الناس كيستخدموا الهاتف. من بعد غتهبط هنا لتحت، غتهبط الفورفي اورانج بهذه الطريقه. اوكي، هنا ظهرت معنا الواجهه اللي فيها بزاف ديال الخاصيات، ومن بينها يعني ايقاف الخط او غيزيالي فوت فورفي بهذه الطريقه. يمكن لك ترجم يعني الصفحه، يعني باش تتاكد انت كان باقي المعلومات. يعني غطات هنا على غيزيالي فوت فورفي. من بعد هنا غتضغط على فيغ اون دوموند دو ريزيرفاسيون الطريقه، قدم طلب الغاء، اتكرر نفس العمليه ثاني هنا. شوف غوزي لي مالين، اوكي. هنا ملي دخلنا هنا غنحتاجو اننا ندخلو المعلومات الشخصيه، واللي من بينها الادريس ايميل ورقم البطاقه الوطنيه فقط، يعني المعلومات الاخرى كتكون ديجا داخله مسبقا. يعني ندخلو هنا رقم البطاقة الوطنية. من بعد ما كتكمل يعني المعلومات اللي هما قلنا رقم الهوية او رقم البطاقة الوطنية وكذلك الايميل، تقدر تترجم الصفحة، يعني باش تتأكد انت من باقي المعلومات دير تضغط هنا على ترانسليت وتختار اللغة العربية هنا. من بعد هنا كيعطوك يعني شنو هو سبب الانهاء او سبب الالغاء. من هنا تقدر تقول لي مثلا انه عندي مشكل مالية او عندي مشكل في الشبكة، وانا تقدر تزيد واحد التعليق من عندك، يعني علاش انت بغيتي ديزاكتيفي هاد اللاين ديالك ولا هاد الخط. انا مثلا نقدر نقول لهم هنا باللي راه يعني دخلت واحد الواي فاي، مابقاش عندي، مابقيتش بحاجه انني نخدم بهاد الفورفي. تقدر تكتبها بالفرنسي اولا بالعربيه، يعني هاد المعلومات الاخرى كيبقاو هنا اختياري، يعني التعليق وهاد المرفق يعني ماشي مشكل. هنا مواصفات نوع الطلب او مواصفات يعني الالغاء. هنا ما خصكش دير خروج انهائي، خصك دير غير تغيير الى عرض اعاده الشحن، يعني ترجع لا لاين ديالك عادي، وتقدر تشارجي في اي وقت، يعني تكون عندك رقم عادي تبقى تستخدمه من بعد. يعني نكليكيو هنا على الخاصيه، وهنا غنديروا اوافق على هاد الشروط وكذا بهذه الطريقه، وندير ارسال الطلب. هنا طلب الالغاء تقريبا كيتم في حوالي يعني اسبوع، يعني على حسب المعلومات اللي عندي ان طلب الالغاء غيتم في اسبوع تقريبا. لذلك هنا غنشوفوا ارسل طلبي، نشوفوا كما كتلاحظوا هنايا، يعني فوتغ دوموند ايتي بيان ايتي بريزون كوم. كيف ما كتلاحظوا هنا، يعني الطلب ديال الالغاء ديالنا تم بشكل عادي وبشكل صحيح باعتبار اورانج تم اخذ طلب الالغاء. سيتم يعني الرد في غضون 7 ايام عمل. اوكي، يعني بهذه الطريقه غنكونوا لغينا الفورفي ديالنا يعني كيف ما كان. الا كان عندكم شي تساؤل اضافي يعني او معلومه اضافيه خاصه بكم تخليوا لي تعليق، ماشي مشكل. كنشكركم على يعني حسن التتبع ديالكم، وما تنساوش الاشتراك في القناه، الضغط على زر لايك، ونلقاكم فيديو ان شاء الله قادم. والسلام عليكم ورحمة الله.